قال المؤلف رحمه الله فصل في زيادة همزة الوصل. قال للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو انجلى والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاث كخشى وامضي وانفذا، وفي اسم مستر ابن من سمع، واثنين وامرئ وتان ثنتمع، ويمون همز الكذا ويبذل مدا في الاستفهام الوسهل. قال يفهم من النص قوله للوصل همز سابق، يفهم منه أن همزة الوصل في الأصل همزة قضاء، لأنه سماها قال همزة وصل للوصل همز، لأن في الأصل كانت همزة قضاء. ويفهم منه أن همزة الوصل تدخل على الاسم والفعل والحرف لأنه أطلق. يفهم منهم أن همزة الوصل لا تقع أثناء الكلام ولا في آخره بل تكون في أوله. كل هذا من قوله للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به فاستثبته. أين مواضع ابن مالك؟ قال وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة، فمن أربعة الخماسي والسداسي، الخماسي نحو انطلق خماسي واستخرج السداسي، والأمر والمصدر منه، والأمر والمصدر منه، الأمر مثل انطلق واستخرج، والمصدر كانطلاق واستخراج. وكذا أمر الثلاثي سواء كانت عين مضارع مفتوحة كقرأ أو مضمومة كدخل أو مكسورة كبل، وهي أمثلته كخشى وامضي وانفلا، بشرط أن يكون مضارعه بشرط أن يكون مضارع ساكن الثاني نحو يضرب يقرأ يخشى، فإن كان مضارعه محرك الثاني لا تدخل على أمره همزة الوصل، لأن الأمر مقتطع من المضارع كيفما كان. يتعلم تقول تعلم، يتدحرج تقول تدحرج. هذا معنى قوله والأمر والمصدر وكلا أمر الثلاثي تخشى مثال لما عينه مفتوحة، وامضي مثال لما عينه مكسورة، انفذ مثال لما عينه مضمومة. وكذلك توجد همزة الوصل في عشرة أسماء ذكرها رحمه الله. قال وفي اسم، الاسم المعروف اسم تكون في مفرده وفي مثناه، تقول اسم واسمان. قال أصل اسم سم كقل أو سم كقفل، حذفت لام الكلمة وهي الواو وأضعها همزة الوصل. والاستن قال أصله ستهن، ستهن حذفت لام الكلمة وهي الهاء وأضعها همزة الوصل. ابن قال أصله بنو كقلم، حذفت لام وأضعها همزة الوصل. وابن مثلها، والميم فيه للتكثير، للتكثير. قال أمس أن التكثير من أغراض الزيادة في العربية. واثنين كذلك اثنان يصلها ثنون مفرد ثنون واثنين. ومن يقال اصله مرء، مرء حذفت الهمزة لام الكلمة تخفيفا ونقلت حركتها الى الراء، ثم جيء بهمزة وصل عوضها، ثم استصحبت همزة الوصل لان التخفيف وارد في أي لحظة، ففي أي لحظة يمكن أن تخفف الكلمة بإسقاط همزة الأخيرة ويضطر ويكون الاضطرار لهمزة الوصل فأبقوها كما هي، لأن المتوقع قال لأن المتوقع كالواقع. وأمرين وتانيث، تانيث اثنتان وامرأة وابنة ثلاث. خلاص. ويمون الله في القسم، تقول ايمون الله لا افعلن كذا، ايمون وفيها لغات ويمون. وعند الكوفيه هي همزه قطع، هي عندهم اسم من اليمن وهو البركه، وعند السبويه من اليمين يحلف به تقول ويمون الله لا افعلن كذا، ايمون الله لا افعلن كذا، وفي همزتها الكسر والفتح، وفيها لغات سبويه ان شاء الله. هذا نقول ويمون همزه كذلك همزه ال، وهي حرف تكون في 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 في, في الاسماء كالرجل والمرأة والغلام والبيت كذا. ويبذل مدا في الاستفهام، اذا دخل عليها همزة الاستفهام فإن لك ان تجعل همزة الاستفهام مدة تجعل همزة الوصل مدة لهمزة الاستفهام، او ان تسهلها بين هذا، اذا كانت همزة الوصل مفتوحة،
فإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفتها استغنيت عنها، أما كانت مفتوحة فإنهم اضطروا لأن يثبتوها مدا لهمزة الاستفهام أو بين بين حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر. تقول اضطر زيد لكذا، اضطر زيد دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل مضمومة وحذفت الأخيرة. وكذلك تقول استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، استغفر دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة فحذفت، بخلاف الذكرين تجعل تقول الذكرين وتقول الحق الحق أن داو الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر، اثبتها بين بين. إذا اضطر الشاعر له أن يجعل همزة الوصل همزة قطع، قال الشاعر ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي، إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنفي وتكثير الوشاة قمين. ولك عكسه وهو أن تجعل همزة الخطر همزة الوصل، قال الشاعر إن لم أقاتل فالبسوني برقعة وفتى خاتم في اليدين أربعة. شوف كيف إن لم أقاتل فالبسوني برقعة وفتى خاتم في اليدين أربعة خواتم للنساء. قال قصي بن كلاب قال أمهتي خندف ولي سؤالي إن لدى الحرب رخي اللببي عندتنادهم بهار وهبي معتز مصطولة عال النسبي أمهتي خندف ولي سؤالي جعل كلمة إلياس جعل همزة وصل وهذا أيم فيها لغات. نوما ابن مالك فيها 12 لغة. نوما ابن مالك قال همزيم ويمون فافتح واكسي لو ايمو قل او قلمو او منو بالتثليث قد شكلا وايما اختم به والله كلا اضيف اليه في قسم فاستوفي ما نقل اتى 12 لغة. همزة الوصل لها 7 أوضاع: ان تكون واجبة الفتح وذلك في ان تكون واجبة الضم وذلك في الخماس والسداس السداس الابنية المجهول كانطلق واستخرج، وتكون راجحة الضم وذلك فيما عرض كسر عينه لاتصال لإسنادها لياء المخاطبة كلمة من الأغزي مخاطبة يرجع ترجح فيه الكسر ورجحان الفتح على الضم وذلك في أيوم ورجحان الكسر على الضم وذلك في اسم وجواز الأوجه الثلاثة الكسر والضم والإشمام في اختار وانقاذ المبنيتين المجهول والكسر في الباقي وهو الأصل. انتهى والله. أقرأ قال أحمد الله أحرف الإبدال هدأت مطيا فأبدل الهمزة من واو ويا أخيرا إثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا لقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزين ورا في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا في ما أعل لعما وفي مثله راوة الجعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد مد ثاني الهمزين من كلمة من يسكن كآثر وقت من إن يفتح إثر الضم أو فتح قلب وون ويا أن إثر كسر ينقلب بكسر مطلقا كذا وما يضم وون أصل ما لم يكن لفن أتم ولك يا مطلقا جواء أم ونحوه وجين في ذانه أم ويا أن يقلب ألفا كسرت لا أو يا تصل بواو مفعلا في آخر أو قبلة التانيث أو زيادة فعلان ذا ضر أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أوسكا فاحكم بذا الإعلال ذي حيث عن وصححوا في علة وفي فعل وجاني والإعلال أولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف وياك موقن بلا لها أترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وروى نذر الضم يرد اليامة والفي لام فعل من قبلتا كتائبان مر ما كمقدرة
فلا إلاك سبع عن صيرة وإن تكون عن ينبف إلى وصفة فذاك بالوجهين عنهم يلفى. اتصل به فصل صغير يتبعه له. قال رحمه الله من لام فعل اسمن أتى الواو بدل تبعه هذا تبعه من لام فعل اسمن أتى الواو بدل يا إنك تقوى غالبا جاذ البدل. بالعكس جاء لام فعل وصفة وكون قصوى نادرا لا يخلص معه. وبس أنا أشرح على طريقتي إن لم تفهموا قول لي أعد أي شيء لم تفهموا قول لي أعد أعيده إن شاء الله مرة أخرى. تحب أختصر 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 تريد الاختصار أختصر إن شاء الله بقدر ما أستطيع. أنا أحيانا لا أتذكر أسترسل دون الأدرية دون الله. الإبدال الإبدال قد لا تفهمونه إلا بشرح الموسع قد لا تفهمونه. وعمر رضي الله عنه كتب لبعض ولاته قال إذا وعظتهم فأوجز فإن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. لكن التعليل في النحو مهم يثبت المعلومة ويربطها بشيء. والله المستعان. الإبدال جعل حرف بدل حرف في موضعه من الكلمة لعلاقة صوتية بينهما. وقال بعضهم الإبدال جعل حرف موضع حرف مطلقا وبذلك يفارق القلب القلب إبدال حرف من حروف إلا بآخر. أما الإبدال فهو عام منه. وتكلم هنا رحمه الله عن الإبدال الشائع في اللغة العربية. أما الإبدال الشاذ وهو كثير نحو كشكش التميم يقولون قد جعل ربشي تحتشي سريا أين أبوشي أي أبوكي كسكس لواتكم نعم في يافا في اليمن سبحان الله. يقولون كسكست بكر أين أبوسي يقولون عجعجت قضاعة إذا وقفوا عليها وشددا جعلوها جيما. قال شاعرهم خالع ويف وأبو علجي المطعمان اللحم بالعشجي وبالغداة كتل البرنجي يقلع بالود وبالصوصجي. هذا تسمى عجعجة قضاعة. وبعض سمى عن التميم أيضا يدعو الهمز عينه يقول أشهد عنا محمد رسول الله وسمعت عنا عليا قادم فما أبنى حتى قلنا يا ليت عننا تراب وعنا الأرض بالناس تخسف. سمع عننا يكفي هذا من الشاذ. تكلم عن الإعداد القياسي. قال حروف الإبدال هدأت مطيا وابن مالك لا يضيع وقتا بدأ قال تبدلون الواو والياء همزة في أربعة مواضع. تبدل الواو والياء همزة في أربعة مواضع. الموضع الأول أن تقع متأخرتين بعد ألف زائد نحو كساء أصله كساو ولداء أصله لداي وعطاء أصله عطاء وبناء أصله بناء. خرج نحو دلوين ووبين جاءت واو والياء متأخرتين لكن ليس قبلهما ألف. خرج نحو واو واو حروف الهجاء وآي جمع آية وقعتا متأخرتين بعد ألف لكنها ليست زائدة. قال كذلك إذا كانت بعدهما تاء تأنيث فيعتبراني من قبيل التأخير لأن تاء التأنيث في نية الانفصال. تقول في رجل بناء وصف النادي وامرأة بناء بخلاف التاء التي بنيت الكلمة عليها فإن الياء والواو لا تقلبان قبل همزة. نحو هداية وعداوة بقي لأن ليست متأخرة بعدها تاء بنيت الكلمة عليها ليس للكلمة معنى بدون التاء.
بخلاف بناءة في كلمة معلم بالدعاء المذكر. قالوا هذا ما ذكره. وقالوا كان عليه يضيف في نحو صحراء وحمراء. قال أصل صحراء. بارك الله جزاك الله خير الشيخ زكريا، جزاك الله كرمك الله الشيخ زكريا. كذلك قالوا في صحراء أصلها صحراء، أرادوا المد، والمد من أغراض الزيادة، توالت ألف وألف، ألف وألف، والألف كالواو والياء قلبت الثاني همزة أبوي كان يضيفه، فقالوا صحراء وقالوا حمراء. أنا أقول به فأبدل الهمزة من واو وياء أخيرا نثر ألف زيد. النوع الثاني قال في فاعلي ما أعد عينا ذقت فيه، كذلك اسم الفاعل إذا كانت عينه معتلة نحو باع تقول بائع، الألف الأولى، الألف الأولى ألف فاعل، والهمزة الواو الياء انقلبت همزة صارت بائع. وقال وقال تقول فيها قائد ويصل قاول، ماشي بخلافه عورة فهو عاور، صيدة فهو صايد. صحت صحت الواو والياء في الفعل صحت في اسم الفاعل. أنا أقول وكذلك وفي فاعله ما أعل عين نقت في هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قال أحمد الله والمد زيد ثالثا في الواحد همزين وراء في مثل كالقلائد، كذلك تبدل الواو والياء والألف همزة إذا كانت حرف مد واقعا ثالثا زائدا، تقول في قلادة قلائد، الألف الأولى ألف مفاعل، والهمزة الألف التي في قلادة جعلت همزة. وتقول في عجوز، عجوز الواو زائدة أصل مادة عجزة، وتقول فيها عجائز. وتقول في صحيفة صحائف. لأنها في المفرد واقع ثالثة زائدة بخلاف مذوبة، مذوبة الواو عين الكلمة أصلها ثابت، تقول مثاود. وبخلاف معيشة، معيشة الياء مدة ثالثة لكن ليست زائدة عين الكلمة، تقول معايش وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. وكذا في السرحة الله محر الله شذ منارة ومنائر، الألف لام الكلمة وعلها همزة. شذ كذلك مصيبة لنا مصيبة ومصائب الياء عين الكلمة ليست زائدة. أظهر نقول والمد زيد ثالثا في الواحد همزين وراء في مثل كالقلائد، كذكذان إلي مضرر كذكذان إلينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا، كذكذان إلينين إذا أحاط بألف مفاعل لينان يبدأ اللين الثاني منهما همزة. لذلك نيف ياءان اجمع تقول نيائف، الياءان اكتلفتا ألف مفاعل، بقيت الأولى كما هي والثانية قلبت همزة. وتقول في أول، أول واوان تقول أوائل، أوائل الواوان اكتلفتا مد مفاعل، بقيت الأولى كما هي والثانية قلبت همزة. وتقول هذان إذا كان من نوع واحد، وتقول في سيد، سيد أصلها سيد، المعل الأول حرف الأول ياء والثاني واو، تقول فيها سيائد. وتقول في صايد، صايد اسم فاعل من صيد، صيد فهو صايد ليس من صاد، صيد صيد فهو صايد. إذا جئت تجمعها تجمعها تقول صوائد، الواو الألف الأولى صايد انقلبت واوا، وجاءت ألف مفاعل دخلت بين الألف الأولى التي انقلبت واوا وبين الياء انقلبت ياء الثانية همزة فصارت صوائد. أخبر مثلنا بواوين وياءين وياء وواو وألف وياء. أنا أقول كذا كذاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا. فهم قوله مد مفاعل أنه يشترط أن يكون اللين الثاني المبدل همزة بجانب الطرف، فينفصل بينه وبين الطرف بمدة شائعة ظاهرة أو مقدرة لا يبذل.
تقول في طاووس طواويس طوا مدنا فاعل اكتنف هو واني، لكن الواو الاخيره ليست بالطرف سيبها بمده شائعه ظاهره، وتقول ناووس ونواويس مقبلة النصارى اعوذ بالله من الله، وتقول داوود ودواوين. فإن كذلك لو كانت مقدرة نهى قوله وكحل العينين بالعواوير، وكحل العين عوار، عوار جمعه عواوير، ففسر بها بمادة شائعة مقدرة لأن الشاعر قصر للضرورة أصار عواوير اضطر. فإن كانت المادة غير شائعة بل اضطر الشاعر لها لا يعتد بها كقوله فيها عيائل أسود ونمر، أصلا فيها عيائل لكن اضطر أن يمد للضرورة قال عيائل، وصير بين الليل الثاني وبين الطرف بمادة غير شائعة لا يعتد بها، كأن البين الثاني جاور الطرف قال عيائل وضح. هنا قوله معنى قوله إيش ماذا؟ هذاك الثاني بين الليل الثاني ما دام فاعلك جمع النيف. نعم انتبهوا هنا لابد أن أعلل عندما أشرح لابد أن أعلل حتى تفهموا، أستطيع أقول لك هي كذا وانتهي. قال هذا حكم آخر، إذا كان مفاعل أولا قوله وافتح ورد الهمزة ألف الهمزة عهدية وتختص بالأخيرين وهما المد زيد ثالثة بالواحد وكذلك ثاني لين اكتنفا، هذا المقصود حكم يخصهما إذا كانت لامهما ياء أو همزة أو واوا أعلت في المفرد، مرحبا أو واوا أعلت في المفرد، فإنك تقلب الهمزة المكسورة تقلب كسرتها فتحة وتقلبها هي ياء. مثال ذلك أن تقول في خطيئة يا جماعة، تقول خطيئة تقول خطائئ كصحائف لا فرق بينهم، لكن هذه صحائف لامها صحيحة وهي الفاء، وخطيئة لامها معتل همزة، تقول خطائئ كصحائف خطائئ عمل الصرف الأول ثم تقلب الكسرة فتحة لأنه قال لك افتح ورد الهمزة، فتقول خطائئ تقلب الهمزة الثانية ياء، عندي قانون سوف يأتيك إذا توالت همزتان في آخر الكلمة قلبت الثانية ما هو ياء، فتقول خطائئ ثم تقول خطائي ثم امتثل ما قال ابن مالك اكس اقلب همزة كسرت الهمزة فتحة تقول خطائي تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت خطأ توالى عندي ثلاث ألفات الألف الأولى والهمزة والألف الثانية تقلب وصاهما يا أن تخلي تقول خطايا بعد خمسة أعمال تصريفية أعيدها أعيدها أحد إذا جئت في خطيئة تشبه صحيحة لكن صحيحة لامها صحيحة ف وخطيئة لامها همزة تقول خطائئ كصحائف خضعت لقانون آخر أنه لو توالى همزتان في آخر الكلمة تقلب الثانية ما يا يعني. تقول خطائئ سبيتي ما لم يكن لفظاً أتم فلك ياء مطلقاً قرأت مطلقاً تقول يا خطائي العمل الصرف الثاني ثم تقلب كسرت الهمزة فتحة تقول خطائي الياء صارت مسبوقة بفتحة وسوف يأتيك من واو أو ياء بتحريك الأصل ألف نبدل بعد فتحة قال كل عرب يقولون قال أصلها قولة لا أصابها عيب الواء فتقول خطأ توالى عندك شف ثلاثة ألفات أبدلت وصاهما ياء تخفيف صارت خطايا بعد خمسة أعمال تصريفية مثال ما لامه ياء هدية هدية لا فرق بين قولك هدية وبين الصحيفة صحيفة الصاد فاعل الكلمة والحاء عين الكلمة والياء ياء فاعل والفاء لام الكلمة واضح بخلاف هدية الهاء فاعل الكلمة والدال عين الكلمة وياء فاعل أضيمت في لام الكلمة إنها من جنس واحد صارت هدية والتاء في اثنين فصال فتقول فيها هدائي كصحائف ثم الياء عندك أخيرة كما هي سهلة لا شيء بها تقلب كسرة الهمزة فتحة تصير هدائي فحركت الياء وفتح ما قبلها فصارت هدائي ثم هدايا بعد أربعة بيت خمسة
ومثاله ما لامه واو اعتلت في المفرد مطية أصلها مطيوة من المطى وهو الواو أو المطي وهو المد مطية أصلها مطيوة مطية لكن عند قاعدة سهوتته إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو والياء وتقلب الياء في ياء وهي في العربية لا تنتهي كلكم تقولون طواطيا أصلها طويا لواليا أصلها لويا كلكم يا عرب تقولون مرمي أصلها مرموي مفعول كذلك هنا مطي أصلها مطيو بدأنا بالأعمال نقول مطائو كصحائف ثم الواو وقعت متأخرة بعد الكسرة في جميع اللغة العربية تقلب ياء كلكم تقول الغازي والداعي أصلها غازيو والداعيو لو وقعت الواو متأخرة وقبلها كسرة تقلب ياء وكلكم تقولون رضية صلى رضية من الرضوان فتقولون فيها تقول فيها في مطائي ثم قريب الكسرة فتحة تصير مطائي تحركت ياء وفتح ما قبلها وصارت ألفا وصارت مطاء ثم قلبت مطايا بعد خمسة أعمال تصريفية ومثال النوع الثاني وهو قوله كذاك ثاني لينين اكتنفا مثاله زاوية يا جماعة تقول زوائي الألف التي كانت بعد الزاي قلبت واوا كما هي في التكسير كما هي في التكسير عندك الألف الثاني المزيد يجعله واوا تقول صاحب وصويحب وتقول في التكسير صواحب كذلك هنا زاوية تقلب الألف في التكسير واوا كما تقلب واوا في التصريفي لأنه ما شيء واحد فتقول زوائي زاوية تقول زوائي ثم تقلب كسرة الياء فتحة فتصير زوائي تحركت الياء فتحة ما قبلها فقلبت ألف وصار زوائي ثم زوايا بعد أربعة أعمال تصريفية ماشي معي طيبا قلت ومنها نية كلكم تقول نوايا حسنا أصبح نية نية يعني تقول نية الأولى تقلبها تقول نوائي ثم تقول نوائي ثم نوايا ثم نوايا وقد لا تبطلون لها وهي بل إذا كانت الواو صحت في المفرد فلتصح في الجمع وهو قوله وفي مثل هراوة جعل واوا وفي مثل هراوة جعل فتقول فيها هراوة الذي واقع ثالثة مد ثالث زائد تقول فيها هرائو وقعت الواو متأخرة بعد كسر فتقلب ياء فتقول هرائي اقلب الكسر فتحة تقول هرائي ثم تقلب الياء ألفا لتحركها وفتح ما قبلها فتصير هراء لكن نظروا قالوا فليشاكل الجمع المفرد وهرت الواو في المفرد فارتهر في الجمع قالوا هراوا بعد خمسة أعمال تصريفية ومثلها إداوة وأداوة أنا قوله وفي مثله يراوة جعل واوا اقرأ هناك حكم يخص الواو وهو أنه إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة وجب قلب أولاهما همزة بشرط أن لا تكون الثانية منهما مدة غير أصلية خرج صورتان ودخل صورتان خرج صورتان أن تكون الواو الثانية بدلا من ألف نحو وارا تقول وورية ليبدي لهما ما وورية عنهما من سوءاتهما وافا تقول وفيا اجتمعت واوان في أول كلمة لكن الثانية منهما ليست أصلية بل هي بدلا من ألف وكذلك لو كانت الثانية بدلا من همزة كما لو بنيت من وألى ما لجأ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وألى ما لجأ فتقول فيها لو صوت منها الأفعل تقول الأول الأول ما الأشد لجوءا وإنذاه الوؤلى الوؤلى ثم تخفف تقول الأولى لم تبدل الأولى همزة لأن الثانية وإن كانت مدة لكن ليست أصلية بل هي بدل من همزة هذا صورتان خرجتا
دخلت صورتها. لا تكون الثانية تماند أصلا الاسند مثل الأولى أو مثل الأول أصلا وولا وولا وواني الثانية هنا ليست مد بل هي عين الكلمة فتقول فيها أولى أو تكون الثانية مد ولكنها أصلية هذه مد. مثال مثال ذلك أول جمع أول تقول فيها أول أصلا وول الواو الثانية ليست مد ليست مد أصلا أصلها أول. وكذلك لو جمعتها واقية تقول فيها واقية تقول فيها وواقي واقي الواو الأولى هي فاعل كلمة والثانية مد من أجل فاعلة كما هو التكسير فتقول وواق ثم تقول أواق بإدلال الواو الأولى همزة لأن الثانية ليست مد. ومثال ما ليست فيه مد ما هي مد فيه لكنها أصلية قولك في الأولى أصلها أولى أولى وإذا الأول أولى تقول فيها أولى لأن الثانية مادة أصلية ليست مبدلة من شيء بل هي عين الكلمة. إذا نقول هناك حكم خاص بالواو دون الياء وهو أن إذا اجتمعت واوان في أول كلمة تبدل أولاهما همزة بشرط أن لا تكون الثانية مادة غير أصلية خرجت صورتان لا قلب فيها واجبا يجوز لكن ليس واجبا وهو أن تكون الثانية بدلا من ألف كما قال وفي الأشد أو تكون بدلا من همزة كقلنا مؤنث الأول وهي الأولى قلنا الأولى ودخلت صورتان يجب قلب الواو الأولى فيما همزة وهو أن لا تكون الثانية منها مدا أصلا اسم مدا مثل جمع واقية وواقي تقول أواقي وكذلك جمع الأول تقول الأول وصل الأول والصورة الثانية التي دخلت أن تكون الثانية مدا ولكنها أصلية عين كلمة كالأولى وأنت الأول واضح ماشي حتى طيب واضح فأنا قوله ومد أول الواوين يرد في بدء غير شبه وفي الأشد لحظة لماذا فعلوا هذا؟ قالوا تكره العرب تكره العرب اجتماع حرفين من نوع واحد في أول كلمة لم يقع إلا نادرا كقولك ددا اسم لله بقي مما تبدل فيه الهمزة خمس صور أخرى مهمة وهو تبدل الواو المضمومة ضمة لازمة وهي مفردة ليست مضغمة تبدل همزة في اللغة العربية صورنا تقول في وجه 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 من يجمع وجه تقول أوجه وتقول في ساق سوق جمع سوق وتقول في جمع نار أعوذ بالله منها نار تقول فيها نور وتقول فيها نؤور وتقول في غارة غارة الماء لا قدر الله نار غارة الماء تقول أوور وتقول أوور فإن كانت الواو كثير مضمومة ضمة غير أصلية نحو الشرو الضلالة تنسوا الفضل مضمومة ضمة غير لازمة سوف التقاء الساكنين وكانت مشددة كالتعول والتحول وكانت في إعراب نحو دلون دلون حركة الإعراب غير مستثقلة وتدل على معنى غير مختلفة مرة تكون ضمة مرة تكون فتحة مرة تكون كسرة لا تستثقلوا فالحوين كلها لا إبدال فيه هذا كذلك تبدل الواو همزة إذا كانت مكسورة في أول كلمة كقولك في وسادة إسادة قرأ بعضهم فبدأ بوعيتهم قبل إعاء أخيه ثم استخرجها من إعاء أخيه كذلك كلكم تقولون الإرث أصلا ورث هذا الموضع الثاني الثالث تبدل الهمزة من الياء المكسورة الواقعة بين ألفا وياء مشددة بين ألفا بين ألف وياء مشددة كقولك في النسب إلى راية راية رايي ثم تقول رايي رايي وقعت الياء مكسورة بين ألف وياء مشددة فقلت في الياء الأولى همزة تقول رايي وغاية غائي تبدل كذلك الهمزة من الهاء في قولهم الفعلت كذا أي هل فعلت كذا ويقول في هلا ألا وتبدل الهمزة من العين في قولهم في عباب 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 خلاص أنا قوله ماذا قال ومد
أول ونرد بدل غير شبه وفي لشد يكفيكم هذا؟ نعم.